تحاجيني وتواسيني، وهذا الصوت سلوتي. لقيت الصوت العذب يعبر عني ويتكلم بدالي ويقول ويغني كل اللي ابي اقوله. كل ما يجي البحر علشان اسمعه، لما اسمعه ارتاح. والحين يا مولاي رجع لك صوتك، وانت الحين مو بحاجه لهالصوت. يلا يا امير حلمان خلنا نرجع، الليل داش علينا والخطر ينظرنا. لا انا احب الصوت وراح اظل طول عمري اتبع هذا الصوت. الأمر أمرك يا مولاي، خلينا في المكان، يمكن صاحبة الصوت تظهر وتبان. اللي تشوفه يا أمير حلمان، نبقى في هالمكان لما صاحبة الصوت تظهر وتبان. وانا لفيت البحر كله عم عيد.
دانا. من الإنسان. سكتي سكتي يا دانا. لا أحد سمعته ويوصل خلف نبوس ملك البحار ويكون غاضبة لا أنا ليل ولا نهار. خليني يوصل يوصل أنا أبي أبوي يعرف الموضوع. لا يا دانا لا يا بنتي. أبوك الملك شرفني بتربيتك وتعليمك من أول ما شفت الدنيا. يا بنت الفضول شيء زين مفيد للتعلم لكن إذا زاد ضرب صاحبه والله زينا بالعدل حتى نعرف طريقنا الصحيح. أوه يا وزير أبو الربيان أنا مالي شغل بهالكلام أنا بروح لليابسة والسلام. لا يا دانا لا يا دانا. ودي أشوف الناس شوف الناس بس منه يسمعني يا حلمي خذني هناك خذني ولا تردني يا حلمي خذني هناك خذني ولا تردني أنا اش كثر غنيت من هو يساعدني أنا اش كثر غنيت من هو على
المكان وشو العرف باللي صار؟ مو وقت الكلام يا وزير، تعال يا طائر رجلان شوف لنا. ما ادري كان الامير حي ولا ميت، طمني. من دقة القلب كل شيء يبان. بسرعة رشدان طمنا عليه، الليل دخل علينا. الأمل موجود وراح لنفسه يعود، بس بشرط إدانة. شرط؟ إي نعم، إنه يسمع الصوت اللي طارده من زمان. الصوت؟ إحنا نجيبه منين؟ أو نعرفه؟ يا سلام، الصوت اللي يتكلم عليه هو صوت دانة يا دانة. يعني؟ إي نعم، صوتك هو اللي يخليه من زمان يحب البحر ويتعلق فيه. سامع يا وزير؟ يقول صوتي أنا. سبحان الله. إيه نعم يا دانا صوتك، غني لأن صوتك هو الوحيد بيرجع للأمير وعيه. Oh.
سامعك بس مو دريان. يلا يا دانا تاخرنا وايد. يلا يا دانا. لا لا يا وزير ابو الربيان خلينا شويه مع بس دانا. خلاص يا دانا انا خايف قضى وفوت لا عرف امرنا. كلام الوزير صح يا دانا والامير حلمان حال اللي نفسه يعود. يلا يا دانا قبل لا تشوفه وسيب جنوب عدل انسان ويشوف بعينه عروس البحر ما راح يعرف ان كان هو في حلم ولا بحلم. مع السلامه يا دانا. الحق يا وزير الطائر طار 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 اي طار. يلا يا دانا لازم نمشي. يعني نمشي مثل ما الطائر امر. امرنا الله. يلا يا دانا. يلا يا وزير. يلا. الوداع يا امير حلمان الوداع. الحمد لله هذا قصري. وين ناسي واهلي يا ترى؟ انا صاحي ولا نايم؟ لا لا انا صاحي وكني وصلت عايم. الصوت اللي سمعته يا ترى كان حقيقه ولا تمني؟ يا اقبال يا اقبال انا الامير حلمان. يا ترى انت حي ولا اخذتك الامواج وما حد يدري عنك شيء؟ من الامير حلمان؟ الحمد لله على سلامتك يا مولاي. اقبال وسلامتك وسلامتك. اكيد اكيد كانت هني. مره ثانيه الصوت. يا امير حلمان انت لازم تنسى صاحبة الصوت. كفاية انك تعرضت للموت. لا انا لا يمكن انسى صاحبة الصوت. يا امير حلمان لازم تنسى عشان ترتاح. صاحبة الصوت علمتني اعرف قيمته وقيمة الكلام اللي انقال. الصوت سلاح يا اخوان. سلاح ذو حدين يا مولاي. ان صنته صانك وان خنته خانك. صحيح هذا الصوت ما يتثمن لا بالجواهر ولا بالماس ولا بالذهب ولا بالفضة. يا امير حلمان إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. والصمت والسكوت يا مولاي لغة لغة. يعني لازم تفهم اللي حواليك. لا إن كان صوتهم عالي ولا كان صوتهم خافض ضعيف. لا هذا الصوت هو العود اللي راح يوصل الحان. أنت وين يا صاحبة الصوت؟ ما خلي لا بر ولا بحر إلا أدور فيه عليك. بخيوط اربطي اربطي واللي ياخذ الشوط مني من يقول هنتقم 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 في الف شوط. اسمه بانا انا انا الاخطبوط. اي نعم اربط الشر بخيوط. اربطي اربطي واللي ياخذ الشوط مني من يقول هنتقم 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 في الف شوط. مرتبوط مرتبوط مرتبوط. اي 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 مو بانا مرتبوط مرتبوط مرتبوط. اي اي مو بانا انا. اي نعم انا. اي نعم انا الاخطبوط. عدل انا. اي نعم انا. اي نعم انا الاخطبوط. عدل يبا. يا ويل الملك غضبان يا ويله. يا ويل الملك غضبان يا ويله. يا ويل الملك غضبان يا ويله. يا ويل الملك غضبان عدل يا ويله. اي نعم يا شرايب بركي بركي.
أجري أجري يا شران، دار الموج له آذان. أجري أجري يا شران، دار الموج له آذان. لازم أملك البحار والنعم واشفي غلي بعد الثار. تنتقم من بنت الملك الجبار. اي نعم لازم املك البحار والنعم وش بيخلي بعد الثار. تنتقم من بنت الملك الجبار. اي نعم. وحكي 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 يا شراب وحكي. يعني هذا الكلام صحيح يا كيدان؟ اي نعم صحيح صحيح نعم صحيح. انا شفته بعيني، شفته انا تنقذ الامير حلمان وتوصله بالشرطة بامان ومعهم الوزير ابو الربيان والطائر رشدان مع الطائر. عفي عليك يا كيدان والفرصيات يا شران. غضاب يا ملك البحار، نفاني بعيد خاف على البحر وهنا مني ومن شري، ونسى ان انتقامي شديد وكل شيء وله مواعيد. يا شران يا شران يا شران، عندي ناوي على شنو؟ خلاص ملك البحار بعد ما يحتاس ويحتار راح يجيني هنا لحد. ها الملك الملك لا هو سهل ولا هو ضعيف، ومهما الخلاف اللي بينه وبين بنته انتقام راح يكون مخيف. صدقني انتقام يا انا اللي الكل راح يحكي عنه. خلاص ادري ادري ادري. ها انا ما فهمت على مين يا شران. خلاص يا كيدان، دانه راح تشوف الامير حلمان. ها ايه البر والبحر ما يلتقون وكل اللي عالمه يا شران. انا شو اسوي فيك وش اسوي فيك؟ راح يلتقون يا كيدان وهذا هو الكلام. راح يلتقون؟ بس انا ما فهمت شيء يا شران. دانه ايه املها تتحول لانسان، تبي تترك عالم البحار والمحيطات، فضولها موديها لبعيد عاميها عن حقيقتها، وحلم عروس البحر في ايدي انا، وانا اللي بساعدها. نعم انت عدوتها وعدوة ابوها تساعدينها. المساعدة هذه ضارة لها ما هي نافعة. اسمعني يا كيدان. نعم حالي. نعم روح في الحال لدانة، في الحال لدانة ومن غير ما حد يشوفه. ما حد يشوفه ولا حتى يلمح طيفك. قول لها ان شران هي ممكن تدلش الطريق اللي وصلت للشاطئ. ها يا سلام، يعني انت الحين راح تجمعين شمل دانة بالامير حلمان. اي نعم ولي غاية. الامير حلمان ايه حب صوت الامير من غير ما يعرف هي من تكون ولا يعرف شكلها. يعني الصوت هو اللي يربطها بالامير. ما فهمت شيء يا شران. روح في الحال لدانة بس على الشرط تجيه بنفسها هني وتسمع الشرط ومن غير ما تقول اي شيء لحد، والكلام اخذ ورد. بسرعه روح انت بعد. يا سلام شران، اذا دانا ما جات معاي انا ايش اسوي؟ انا شران ادري وبالنفس علامه. نعم راح تسبق خطوه
علي شران ودموعك تترس المكان. خلاص موعد انتقامي حان وراح احول بنتك لانسان. شران يا شران يا شران اعطينا الامان يا شران. دانا عروس البحار شرفت المكان يعني. تعالي يا ماما. انتي ماما انتي ماما لا تخافين لا تخافين انا خشمي ما يعض. انقذتي الامير حلمان. وشلون عرفتي باللي كان ودش تتحولين لانسان؟ شلون عرفتي بسري؟ وعرف كل سرج وحل مشكلتك فيدي وانا ابي اساعدك واحقق امانك. بس انت ضد ابوي شلون تبين تساعديني؟ واعطيه نور عين. ابي اثبت اخلاص اللي ملك البحار. لا علي غضب وثار هبا اقدم المساعده البنطحه بالطبع. هكذا قلنا بروحنا يا كده. لا 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 انا خايفه خايفه. ادري انك انت خايفه لكن لما نفذ المطلوب راح يزول الخوف. بس لازم يكون في عقد بيننا مكتوب. عقد؟ الاتفاق اللي راح يكون كل شيء يكون مقابل ان تتحقق امنيتي. انا احقق لك اللي تبيه واللي راح عمرك تنسينه. احولك لانسان. زين وحلمان؟ حلمان انا عارف المكان واللي كان. بس انا لي شرط واعتقد كيدان قال لي اول شرط اخذ صوتك. صوتي؟ إيه؟ لا صوتي لا ما تاخذيني. حول حج. لا لا اسمعيني أنا أخذ صوتك لمدة 3 أيام وأحولك إنسانة بالكمال والتمام وأخليك تقابلين الأمير حلبان. وإذا قدرت تتفاهمين معه خلال هذه الأيام رجعلك صوتك مصان. زين وشلون أتفاهم معه وإنتي تبتاخذين مني صوتي؟ هذا هو الامتحان وفيه المرء يكرم أو يهان. بس الأمير حلبان ما يعرفني ما يعرف شكلي يعرف صوتي. عارفي بنفسك؟ شلون؟ بدون صوت ما اقدر. اذا نجحتي لنفسك واذا فشلتي تكونين لي انا. صوتك يبقى صوتي وبالتالي ترجعين للبحر مثل ما كنتي. بس الاتفاق بيننا يقول انك تكونين خدامتي. خدامتك؟ هذا جيد يا شران. على انك تتحولين لانسان وتشوفين الامين حلمان. اعطيني فرصة افكر. الفرصة ما تجي مرتين واللي نقدر عليه الحين يتغير ويصير صعب بعدين. زين وشلون تاخذين مني صوتي؟ لو وافقتي بعد ما نوقع العقد صوتك يدخل في القوقعة اللي في رقبتي وصوتك يبقى صوتي وفي ثواني احولك لانسان واخليك تقابلين الامير حلمان. هذا دوري ودورك عاد يبدا هناك في التفاهم مع الامير حلمان وغيره. وانت شو اللي تستفيدينه؟ قلت لك من الاول رضا ملك البحار. زين اعطيني وقت افكر واختار. خلاص ما في مجال للتفكير. خلاص يا توافقين على اللي قلته يا تنسين كل اللي صار. شو اسوي شو اسوي؟ خلاص خلاص كلب.
هاجم قلب هذا تو لا هذا قلب هاجم قلب لا هذا قلم ازرق لا هاج قلم اخضر هذا توقيعي انا دانا بمر شرام ادخل داخل المحار اللي فرضتي غني يا دانا غني يا دانا غني يا دانا من أي البلاد جيتي؟
وإن كان لش طلب عندنا قضينا لك في الحال. اشرح لي يا أخوان وفسر الكلام. شو اشرح يا مولاي؟ هو إحنا سامعين كلام؟ أنا أقول يعني يمكن الابنية خجلانة ولا تعبانة. من إشارتها فهمت إنها كانت في البحر، ويمكن هبت عليهم عاصفة ولا موجة لقتها على شاطئنا. يمكن. أنت يا بنية شو اسمك؟ ما تعرفين اسمك؟ زين عيل ايش رايك اسميك؟ انسانة تكلمها يا انسانة. لك مني الامانة عدوة ولا حبيبة؟ الماي انت عطشانة. انا فاهمك يا انسانة، لا صوتك واصلني ولا عقلي قادر يفهمك. ما لي عارف شلون كلمتك توصلني من غير صوت. شفت يا اخوان اهمية الصوت؟ من غيره ما في غير السكوت. لازم تكون هناك طريقة. احوالها غريبة. خذها يا اخوان داخل القصر ولبسها احلى فستان، واهتم باحوالها واكشف اسرارها. وانت يا انسانة تظلي داخل القصر واعتبري نفسك واحدة منا. لأن صوتك يعود ونعرف الحكاية، وكل بداية لها نهاية. تفضلي. مسكينة دانا، ما هي قادرة على الكلام، حتى إشاراته عارفة توصل على معانيها. اليوم قرب يعدي وزير، شو الحل؟ وشلون العين بتنفذ براسه، الحل شنو يا رشلون؟ الحل؟ الله يكون في عونك يا دانا. ارجع لمكان الأميرة وبلغني
العلم الجديد في الحال واتركني بعلومه وطريقتي اخلي شران عبره ومثال. مع السلامه يا مولاي. مع السلامه. ارجع لمكان الامير تابعها وتابع حلمان الامير. واما انت يا شران وتابع شكيدان فالحساب بيننا على طول الزمان. شران تحول اي بموج البحر المسحور وبالبركان اللي فور وبالغضب اللي ثور.
الطيور وبالعصا المسحور. تحولي يا شرال امرأة جميلة، الشعر مثل الخميلة والعين بلورة، احوي كل الجمال والدلال وكوني صاحبة الحسن والجمال وصوت الكروان. هذا صحيح، خلها يا وزير تستغلها بهي النعمة، لأن النساء مثل ما عرفت
جميل. يا ريت يا ريت دانا تسمعه وتستوعبه. روح يا وزير في الحال وكل نصح الوالد دان متى تدعون له. انت وطارق اشدان كل الاصدقاء الاوفياء في محنته هذه. في الحال يا مولاي راح اكون عند دان انا وطارق اشدان، راح اخلي الامواج تنقلنا في لمح البصر. طبعا بعد اذنك يا مولاي. اذنك معك يا وزير والله وفقك. اما انا فراح اقبض على كيدان وبالتالي شران، وبعد راح يكون عالم البحار واليابس في امان، راح اخليهم في خبر كان. مع السلامه يا مولاي. مع السلامه. انا الاوان يا شران يا ثعبان، راح تشوفي مني اشد انتقام. No thought.
يفهمونها. تقول تقول بسرعه يا وزير. طيب رشدان الشرطه تفاهم عليها؟ اي فاهم. تقول مضمون الرساله بسرعه. حلو، هذا مضمون الرساله والحل اصبح بيدش. دانا ما طلعت لنا يا دانا ويا رشدان، احنا كنا قاعد نتكلم مع بعضنا بعض. عدل يا وزير. حتى دانا هي الحين قاعده تكلمنا بدون ما نسمع صوتها. فهمت المقصود اللي بصوت بوجه دانا؟ اقنعها يا وزير اقنعها. لا يا دانا لا، اللي اسمعني عنك ولا تتهربين. نعم. اذا انت تبين شغلات تفوز عليك وتاخذ الامير كيفك. ايه تضحيتش بصوتك صوتك وبالبحر وبحر كل هاي براحة بوش. هاي دانا اللي عرفناها من زمان. الحين بس ما باقي لك حولين فهمين الامير بان الصوت صوتك. ايوه، وان انت اللي انغتيه من البحر وبحركاتك وبإشاراتك راح يفهم كل القصه والحل اصبح بينك دانا. يلا الحين بنكون كلنا ضمن ضيوف الحفل. نعم. وابي دانا في احلى فستان، وابيك ان انت عرس الحفل، لان اكيد باصرارك وقوه ايمانك نوصل لهدف. بس الحين يا إنسانة مو هو بوقته، انت شايف الامير مشغول بالعروس.
خلاص خلاص راح اساعدك ودي فهمي الموضوع. مولاي الامير حلمان موضوع مهم نبي نطرحه عليه الحين يا اقضام في وقت الاحتفال. الامير حلمان ما يحب يأجل المواضيع المهمه واللي في يدنا الحين موضوع مهم ومستعجل. مهم ومستعجل مستحيل، كل الامور المهمه والمستعجله تؤجل الى ما بعد اتمام الزواج، زواجي بالامير حلمان. دقيقة واحدة ما تأثر يا لا لا دقيقة لا مستغرب من البنية أنا مستغرب من البنية تقصد ريح قوية تقصد ريح قوية واضح
واضح انها تبي تشرح. نطيت من القارب اسبح. واضح انها تبي تشرح. نطيت من القارب اسبح. مو معقول اللي اشوفه مو معقول. مو معقول اللي اشوفه مو معقول. تبي تقول يا مولانا تبي تقول أنقذتك وانت غرقان أنقذتك وانت غرقان. غنت لك وانت غشيان غنت لك وانت غشيان. الصباح الحزن راح.
ضميرك يا ولد وتعيش مرتاح، حاسب ضميرك يا ولد وتعيش مرتاح. لح الفرح لا رح الحزن راح، لح الفرح لا رح الحزن راح.